أكد عدد من المشاركين بمعرض إيجيبس الدولي للطاقة أن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية والمصرية، فضلا عن جذب استثمارات ضخمة بما تمتلكه مصر من خبرات في مجالات الطاقة والتعدين. المعرض السنه دي كمان هو متماشي مع الشركه بتاعتنا او الاستراتيجيه بتاعت التصنيع بتاعتنا، ان المفروض السنه دي المعرض هو انرجي وطاقه واللي هو قليل الانبعاثات، اللي هو بيتوافق مع كيوب 27 وكيوب 28. وشركتنا احنا دي يعتبر رابع سنه لينا في المعرض. الشركه بتاعتنا طبعا هي بتعمل اللو كاربون، ان احنا بنعمل تكسير هيدروجين للمازوت اللي طالع من شركه اسيوط تكرير البترول، او اللي هو طالع من معامل التكرير اللي ما عندهاش اللي هي الريفاينري، اللي ما عندهاش تكنولوجيا حديثه. احنا اصبحنا الحمد لله من الدول الرائده في هذا المجال، واعتقد ان حضرتك وجميع الساده المشاهدين يتذكروا تماما كوب 27 قد ايه العالم كان مشرفنا في شرم الشيخ، والحمد لله ان مسيره الجميله في اتجاه التحول الطاقي وبتوجيهات سياده الرئيس ومعالي الوزير اصبحنا النهارده من الدول الرائده على مستوى العالم. هي فرصه ان احنا نفهم السوق المصري اكتر، نخش في السوق المصري اكتر، نعرف الاحتياجات، نقرب من احتياجات الاند يوزر على الارض اكتر. فاحنا دي فرصه ان احنا يبقى في ديسكشن او في مناقشات موجوده على ارض الواقع مع احتياجات الاند يوزر. المعرض ده فيه اوبورتيونيتيز كتيره، بنعرف الزباين بتوعنا والعملاء سواء في قطاع النفط او قطاع الغاز ايه الجديد في ايه التكنولوجيات الجديده في انظمه الحريق، ايه التكنولوجيا الجديده في السيفتي، ازاي نقدر نساعد الناس عشان نحمي. احنا فاير فايتنج وسيفتي كمباني، فايه نقدر نساعد الناس عشان نحافظ على الارواح، وده الهدف بتاعنا والهدف بتاع الشركه بتاعتنا بالاساس.